أزول بنات أزول أيت ما أسمع معكم حبيبتكم دهية اللي تحبكم قد الدنيا. مالني كشغل مالني تلفت كيفاش نبدا الفيديو هذا تاعي باسكو عندي شحال ما درت فيديو. شوفوا حاجه الاولى نحب نقول لكم باللي رمضان مبارك، تصوموا بالصحه وهنا نتوما والعائله تاعكم خاطرش رانا في رمضان. حاجه اخرى البنات، يا والله يا عبالي يا عبالي باللي ما رانيش ندير فيديو، عبالي بلي راني سامحه في القناه تاعي، عبالي بهاد الصوالح كاع عبالي بهم، بصح ماشي غرضي، ماشي انا اللي راني باغي، راه عندي ألف حاجه حاجه وحاجه وحاجه طايحه عليا. المفيد اليوم قلت دهية نوضي ديري الكوراج، روحي ديري ماكياج تاعك، روحي خدمي شعرك، روحي ديري استديو تاعك، الله يسهل عليك اليوم يسموك تحطي فيديو. المهم كي كملت كل شيء شغل من بعد كانت نقول واش ندير لهم فيديو. الفيديو اللي حبيت ندير لكم هو الكيستيون اللي بزاف بنات يسقسون عليها، اللي هي بنات ولادة، اللي هي دهية كيفاش تخيري شريك حياتك المناسب. يعني عبالهم كاع بلي دهية تزوجات ودهية دايري في راسهم بلي دهية عايشة حياة سعيدة هي والزوج تاعها، على بها شغل دايما يسقسوني دهية كيفاش نخير الانسان المناسب، سواء كنت بنت سواء كنتي بنت ولا كنت ولد. المواضيع كيما هادو عندي ما نهضر فيهم وي على قلبي معناها عندي ما غادي نخويلكم. شوفوا هاد النوع من الفيديوهات يسموهم فيديو فكر بصوت عالي، معناها هاد الفيديو هو فكر بصوت عالي. واللي متبعيني صافي لونطو مع بالهم بلي فيديوهات فكر بصوت عالي معناها نجي هنايا نخوي لكم قلبي نخوي لكم عقلي، نهضر لكم صوالح من الاكسبيريونس تاعي انا في الحياه ولا الاكسبيريونس تاع الناس اللي عاشوا حدايا وشفتهم. المهم خلونا دوكا ندخلوا في المفيد، كيفاش نخير الزوج المناسب ولا كيفاش انا كراجل نخير المراه المناسبه. شوفوا الحاجه الاولى لازم تكون تعرف شنو معنى كلمه زواج، باسكو الا نتايا ولا نتايا باغي تتزوجوا مع بالكش ما باشا ولا زواج وداخلين غير كيما هكا صادمين، سمحوا لي غادي تكون علاقه فاشله وغادي يكون زواج فاشل. اما لا حاجه الاولى الا كنتي انت امراه ولا راجل، نهضر لكم للزوجة نتا ورجال، الا كنتو باغي تتزوجوا باسكو ناقصين حنانا ولا باسكو باغي تلعبوا بالمخايد ولا باسكو حاسبين بلي الزواج هو كيما تشوفوا فيه في الافلام الهنديه ولا كيما تشوفوا فيه في الافلام التركيه، يا راكم غالطين فري غالطين. زواج لازم ديري في حياتك في راسك انت راجل ولا مرأة بلي زواج هو استقرار انسان ولا الانسان اللي تديها، معناها هذه حياتك كامله راح تكملها معاها، ما لا تقارع كل شيء معناها في الزواج. انت قبل ما تتزوج ولا انت قبل ما تتزوجي دير في راسك نقارع كلش صاي هكا باش تكون موجد روحك. المهم الزواج مسؤوليه، يعني الا ما كنتش انتيا ولا انت انسان مسؤول، يعني بالك انت عمرك راك حاصل فيها ولا عمرك انتيا راكي حاصله فيها ومشي قادره تكوني مسؤوله على نفسك، كيفاش راح تكوني تتزوجي وديري دار ولا كيفاش انت راح تتزوجي وديري دار. اما لا كيفاش المراه، غادي نبداو بنسه بعد نروحوا للرجال صاي، المراه كيفاش تخيري الانسان المناسب. شوفوا هذيك تاع دهية تعرفي نعشق فيه نموت عليه ما نقدش نعيش بلا بيه باغي نتزوج بيه، هذا حطيها لي اكوتي هذه حطيها لي اكوتي. شوفي اخر حاجه تخمي فيها في الزواج هي العشق، وهي نحبه ونموت عليه وهذا السؤال علاش سافري. العشق حاجه شابه كل شيء، بصح العشق وحده ما يوصل لوالو صايي، كي شغل العشق وحده كي شغل نتايا بغيتك ضب بدره اي راهي عندك بدره سافري، هذيك البدره دير لك بالك شجره شابه ولا دير لك تمره شابه ولا معبالي شادير، بصح هذيك البدره لازم تحطها في ارض صالحه للزراعه ولازم تحتني بها باش تعطيك منتوج شباب. بصح الا انت ضبت هذيك البدره وقاعده تشوف فيها كيما هكا ما راح تعطيك والو، بالعكس هذيك البدره راح تموت. الحب كيما هكا، الحب لازم تعرفي الانسان المناسب سواء كنت بنت ولا ولد اللي تحبه، وهذاك ولما تلقى الانسان المناسب للحب لازم تتعب على هذاك الحب، لازم تكون باطي عليه، لازم دائما تخدم انت وياها باش تطلعوا شغل توجور تكون العلاقه تاعكم اقوى. على بها كما قلت لكم الحب خلوه لي اكوتي، رانا نحكوا على حاجه حياتك كامله باسكو عليها. شوفوا ما نكذبوش على بعضنا البعض، مانيش باغي نعطيكم بورسنتاج بصح بزاف 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 ناس كي يتزوجوا مور الزواج يختفي هذاك الحب، علاش؟ باسكو كي شغل بناوه على الباطل، كي شغل ما بني على باطل فهو باطل. كيف زعما معناها باللي كي شغل هما عندهم اوهام في عقلهم كانوا يمشوا على اساسها. شايفي كيف كيما قلت لكم اللي حاسبين زواج كيما افلام الهنديه ولا كيما افلام تركيه، حبيبتي حبيب قلبي يا قلحة من بالك صاي. اما لا انت يا كامراه دوكا كيفاش انا يدي هي باغي نخير راجل ولا دي هي كشيره كيفاش تخيري راجل. حاجه شعراني قلع قلبي ديجا خمسة دقائق
مازال ما فهمتيش كيفاش تخيري. المهم كنت فهمكم مفهوم الزواج دركا كيفاش تخيري. حاجه الاولى الانسان هذا لازم يكون مسؤول سواء كان بنت ولا سواء كان ولد. دوك فهمك حاجه دركا كيفاش انا نعرف بلي انسان مسؤول؟ حاجه الاولى انسان المسؤول هو انسان دائما يخمم في لافونير تاعه، ومش غير يخمم في لافونير تاعه ودا يرد على يد ولا قاعد يلوم في الدنيا ويلوم في هادي ومع باليش. لا، انسان يخمم في لافونير تاعه وانسان يخدم على لافونير تاعه. شايفه كيفاش؟ سما زوج صوالح مهمين اللي هي شغل انسان يعني يخمم في لافونير تاعه ويخدم عليها. سامبل هادي جو بونس با ما نحتاج كل حاجه نقولها نشرحها باسكو على بالكم راني نعيا كل ما نقول حاجه نشرحها. المهم حاجه اخرى، لازم هذا الانسان يكون مسؤول في البيت تاعه وسواء كانت مراه ولا راجل. شوفوا كي راني نهضر هكا نهضر على نساء ورجال الزوجه، ما تقعدوش تقولوا لي غير هكا. يعني دوك فهمك حاجه، الا كان هو با اكزومبل ما يعاون دارهم لا في القضيان، ما يعاون دارهم في الفاكتور تاع الضو الماء كي توصل ما طالع بلا شويه توصلت، ما يدير والو في الدار، يعرف الدار يدخل لهم يرقد ويخرج. دركا هذا انسان ما يعرف والو على الدار صاي. سما انت بعدا كي انك غادي تزوجي به ش غادي يصرا؟ غادي تبداي تقولي له بيبي جبت فاكتور تاع الضو راح خلصها، بيبي راني محتاجه قضيان اللي قلك تجيب لي كذا كذا كذا، بيبي تهرست لابولا فلانيه، بيبي كذا بيبي كذا بيبي كذا. شمعنا غادي يولي يحس بالمسؤوليه، غادي يولي يكره، غادي يولي يشوفك انت يا انسانه نكديه، غادي يشوفك بلي انت انسانه تاع جيب لي عطي لي دير لي عمل لي. باسكو علاش انت ماشي غلطه؟ الغلطه ماشي منك انت، بس حاشا هو لا هو انسان ماهوش مسؤول، هو جامي في حياته فهم المسؤوليه تاع الدار، جامي في حياته ما قضى لدارهم، جامي في حياته ما وقف مع دارهم، جامي في حياته ما دار والو. اما لا كان دارهم والديه وابوه ما دار معاهم والو، كيفاش تقارعي منه انه يكون انسان مسؤول؟ وهاد الهضره ماشي غير للاولاد، للبنات تاني. باسكو علاش كاين شي بنات تاني هكا من القرايه للدار بايزو نهار كامل في قرايه، وفي الليل تروح للدار كشغل راهي اوتيل الدار تاعهم، ما تعاون ماماها في والو في الدار تاعهم ما دير والو. شايفي كيفاش شغل هادو تانيك البنات؟ والله نصيحه مني سافري، انا تاني قريت، انا تاني تعبت، انا تاني راني مره خدامه، راني مره زوجه، راني راه عندي الف حاجه وحاجه في حياتي. بصح شهوه لا توجور كل حاجه نعطيها حقها، قرايتي عطيتها حقها، ماما تي توجور نعاونها كل شيء كل حاجه عطيها حقها. فاهمين كيفاش؟ اما راه هادو زوج لاكو بالحق راهي أذان الأذان باش تعرفوا بلي راني صايمة، وراه عبالكم هذا الأذان تاع الفجر. كون شايفين كيفاش؟ أه سما الصيام تاعي درك هبدا، هذا الأذان تاع الفجر راني نديركم في الفيديو باش تعرفوا بلي فريمون كنت باغية نديركم فيديو. المهم هذه حاجة، حاجة واحدة أخرى اللي هي عييت عبالكم حاجة واحدة أخرى اللي هي كيما قلت لكم، حاجه الاولى لازم تعرف علاش راك باغي تزوج. اذا راك باغي تزوجوا باش تلعبوا بالمخايل، ولا راكم باغي تزوجوا باسكو ناقصين حنانه، غير خطيكم الثاني باسكو الزواج ماهوش مبني على هاد الصوالح. الحاجه الثانيه هي انه لازم تكون انسان وانسانه مسؤوله، تعرفوا شنو معنى المسؤوليه، تعرفوا شنو معنى انك تكون واقفه مع داركم، تعرفوا شنو معنى كلمه دار. حاجه ثالثه واللي هي الاهم من كل شيء، شوفوا الزواج غادي ينتج عليه حاجه اللي هي دراري. ثم انت يا كامرا ولا انت كرجل قبل ما تتزوج بانسان معين ولا قبل ما تتزوج بانسان معين، لازم ديري في بالك بلي هذا اب اولادك وبلي هذه ام اولادك. معناها لازم عليك تخير على بالكم خير الارض الصالحه اللي تغرسوا فيها البذره تاعكم، معناها لازم تخيري انسان صالح انه يربي جيل صالح. شايفين كيفاش؟ انسان قادر شغل بعيد الشر بلا ديري بلي انا كون نموت، انا مرا كون نموت ولادي ما خافش عليهم مع راجلي، هذا هو الانسان اللي نتزوج به. ولا انا كراجل كي نموت بعيد الشر بلا ولا كاش ما يصرالي، ولادي ما خافش عليهم مع مرتي، عبالي غادي تربوني شا، غادي يكبروا رجال، يكبروا نساء، يكبروا في حالات ويخرجوا تربيه صالحه. كون شايفين كيف؟ المهم مانيش حابه نطول عليكم بزاف، نورمالمون راني قلت لكم اهم الصوالح اللي تحتاجوا انكم تعرفوهم في اختيار الشريك المناسب. وكيما قلت لكم وراني نعاود فيها، الحب اخر حاجه تفكري فيها في الزواج، باسكو الحب وحده ما يدير والو صايي. هذه هي كيما قلنا، نعاودو ندير لكم ريفيزيون صغيره عمر خويا نحكي معكم هكا نحس روحي استاذه في جامعه ولا راني قاعده ندير في محاضره. الحاجه الاولى لازم تفهموا معنى الزواج، الحاجه الثانيه لازم يا ربي واش لازم، لازم تكون انسان مسؤول سواء مرا ولا راجل، ولازم يكون انسان سواء كنت مرا ولا راجل يخمم في لافونير، يخمم في المستقبل. علاش انسان اللي ما يخمم غير عند نيفه ما غادي يوصل لبعيد، ما غاديش يوصل لبعيد. ثم انسان لازم هذاك اللي تديه ولا اللي تديها تكون تخمم توجور في المستقبل. حاجه شوف المهم راه
راه عندكم الفيديو الا بغيتو ديروا ريفيزو روحوا عاودوا تفرجوا باسكو نعيت والاد راه ياذن وراني باغي نريح. المهم نحبكم بزاف نموت عليكم ونتمنى هذا الفيديو يكون عجبكم ويكون يعطي يعني عطيتكم كامل النصائح اللي تحتاجوها والله باسكو شوفوا راني باغي نفيدكم ماكسيموم. وش نقول لكم ثاني كنقول لكم تهلاو لي فروحكم نحبكم بزاف ما تنساوش ديروا جمال هذا الفيديو عبالكم شعل مع شعل عندي ما قلت لكمش ديروا جيم قلع قلبي توحشت هذا الصوالع عبالكم توحشت اليوتيوب توحشت هذا اللي تخليك تاع اليوتيوب حبيباتي ما تنساوش ديروا لي جمال هذا الفيديو ولا كنت جديده معنا ما تنساش الاشتراك تحت في القناه تاعي عبالكم بكري كنت نقولهم نورمال بصح دوكا كي راني نديرهم راني فريمون زعق على روحي نحبكم بزاف تهلاو في روحكم ما تنساش ديري لايك لهذا الفيديو واذا كنت جديده معنا ما تنساش تشتركي في القناه نحبكم بزاف تهلاو لي في روحكم كانت معكم دي هي اللي تحبكم قد الدنيا باي باي